النص الثاني ودي راحت عشان تاخد منها. حلو الكلام. الغلطه ان احنا نفضل قافشين في الدركسيون وساندين عليه جامد وماسكين عليه جامد، غلط. انا المفروض ابقى ساند على الدركسيون، ولما اجي الف الدركسيون ناحيه الشمال اهو دي ثابت عشان تاخد منها، وبعدين رجعت دي كسر. لما نيجي نعدل ادي نص وادي النص الثاني وادي النص الثالث، هما ثلاث تنصص. انا بقسم الدركسيون عشان اعد انا بكسر قد ايه واعدل اللي انا كسرت. تمام كده، دي تظبيط الدركسيون. مهم قوي ان المبتدئين يبقوا قادرين يحددوا وهم بيحودوا او هم بيلفوا الدركسيون بيتكسر قد ايه، عشان لما يجوا يعدلوا انا لو ما عديتش وكسرت وخلاص وجيت اعدل هلاقي نفسي بعد كده كده وبكسر الناحيه الثانيه. لو خدتوا بالكم العجل لف الناحيه الثانيه، بصوا كده اهو كسرت اهو للاخر. طب لما اجي اعدل لو انا مش عاده او لو المبتدئ مش عادد ومش عارف هيعدل كده وبعدين يعدل كده ويكمل على الجزء الثاني اللي بيلف الناحيه الثانيه، وطبعا هيبص يلاقي عربيته بتحود. لكن لما انا ابقى جوه العربيه عد انا كسرت قد ايه، اهو انا كسرت لفه ونص، يبقى هعدل نص وبعدين هعدل اللفه. لو هكسر يمين هكسر لفه ونص لو احتجت، وبعدين لما اعدل ادي نص وادي اللفه. لسه مكملين حلقتنا عن صناعة المحتوى عن العربيات النوراني. دلوقتي الأستاذة دينا أحمد وهي صانعة محتوى على السوشيال ميديا متخصصة في العربيات. إيه الأخبار؟ الحمد لله تسلم. إيه اللي خلاكي تعملي محتوى عن العربيات؟ يعني دايما الناس كده عندها اللي هو إيه الرجالة هم اللي بيبقوا فاهمين في العربيات ومش عارف إيه، ليه قررت إن أنت تثبتي العكس؟ عشان الستات خايفين جدا، بياخدوا دايما طول الوقت نيجاتيف إنرجي من كل حد، ما بتفهموش ما بتعرفوش مالكوش ما تسوقوش. فلا الموضوع مش كده خالص، هو الموضوع ان الست بس تتعلم وتفهم. هي لو فهمت هتلاقي نفسها بتسوق يمكن احسن الراجل كمان بالنسبه حتى الفهم بتاع العربيه وهي بتسوق نفسها. يعني تعليم السواقه مش مجرد ان الواحده بس تسوق طاره، لا هي كمان لازم تبقى فاهمه العربيه فيها ايه، الميكانيكا فيها ايه، صوت العربية ماله، مشكلة العربية ايه، الصيانة مفروض تتعمل كل قد ايه، مش تبقى مجرد بتاخد عربيتها وبتتحرك والعربية لو عطلت الو بيبي الحقني. لا طبعا يعني لازم الستات بالظبط لازم تبقى عندها فكرة. تفتكري ليه عامة الناس دايما بتبقى شايفة ان الستات ما بتحبش العربيات؟ يعني بلاش نقول انها مش شاطرة فيها، لكن بيقول لك ما بتحبهاش او دي هي مش ما بتحبهاش، هي بتخاف منها، بتخاف ان هي طول يعني الست دايما قلبها رهيف، تبقى خايفه على الناس اكتر من انها حتى تسوق. يعني انا لا لا انا مش هسوق احسن ما اخبط حد. بس لا هي لو فهمت وتعلمت صح، يعني هي الفكره ان الستات معظمهم مثلا يجي يلا جوزي هيعلمني او بابايا هيعلمني او اخويا هيعلمني، ده غلط. لو اتعلمت عند حد متخصص وتعلمت ازاي تفهم كل حاجه ليه، لان السواقه فيها كل حاجه ليه، لو جات لجوزها قالت له هو انت ده ليه او العربيه بترجع ليه او ليه كده، هيقول لها هي كده، انت هتجيبيها بالممارسه. الابعاد بتاع العربيه عاملها ازاي، العربيه دي فين اولها، فين كبوت العربيه، وده السؤال الشائع جدا، كبوت العربيه فين. هيقول لها هي كده العربيه، انت هتعرفيها بالممارسه. طب بالممارسه دي 3 4 شهور بقى تخبط في العربيه لحد ما تتعلم، ومش شرط حد يعلم بالظبط. فانت يعني قررت تعملي المحتوى ده علشان تساعدي الستات بالظبط، وبقيت بعلم بالعلامات حاجه كده مختلفه جدا، ان الست وهي قاعده جوه العربيه تعرف كل يعني كل حاجه حواليها بينها وبينها قد ايه وهي جوه العربيه بالسنتيمتر. يعني انا بديها علامات تقول لها ان اللي قدامك ده في بينك وبينه متر كده، يبقى في بينك وبينه مترين كده، بينك وبينه 50 سنتي لازم تقفي. ابعاد العربيه بديها علامات عشان تحدد العربيه ابعادها كذا، وهي بتختلف شويه من كل عربيه لعربيه ومن كل واحده اطول من واحده او كده، بس كلهم علامات متقاربه جدا. فانت بتعلمي الستات السواقه ازاي؟ جاب صدى حلو قوي على السوشيال ميديا جدا، لان انا كنت عامله اصلا، لان ناس كتيرة قوي بيكلموني من كل حته وما بيبقوش عارفين يوصلوا لي عشان اسمع يعني في بلد في محافظه وكده. فطبعا السوشيال ميديا بقى فهمتهم الحاجات اللي انا وصلت للناس اكتر. ايه نوع المحتوى اللي بتقدميه؟ تعليم سواقه ومحتوى عن العربيات بصفه عامه. زي ايه بقى بصفه عامه؟ زي ان البنات لما بيجوا يتعلموا سواقه
بيتعلموا السواقة اللي هي وخلاص، اللي هو من غير مدرب، لا اتعلمي بمدرب عشان يفهمك علامات العربية. العلامات دي بتخليكي تبقي قادرة تحددي الأبعاد بتاعة العربية، ففين كل حاجة منك. فمثلا واحدة هتبقى لو هي بتتعلم عادي هتبقى بتخاف من حاجة وهي بعيد، مع انها بعيد بتخاف منها، لا هي لما بتبقى عارفة علاماتها بتبقى قادرة تحدد المكان ده يقضي ان هي تخش فيه بالعربية ولا لا، فما بتخبطش العربية. مثلا لما بتيجي واحدة تتعلم بقول لها مثلا تلفي الدريكسيون، انت لازم تلفيه العدد بتاعك اللي هو لفة ونص، لان الستات لما بيلفوا خلاص ما مش زي الرجالة، يعني الرجالة بيبقى عندهم الموضوع فاهمين ميكانيكا فالموضوع سهل، لا الست بتبقى مش فاهمه ميكانيكا، فانا بقول لها انت معاكي لفه ونص ما توصلهاش للاخر عشان الكوبلن والستيرنج بتاع العربيه، لما تيجي تردي الدركسيون انت كسرتي لفه ونص لازم تعدلي اللفه ونص، وهكذا عشان ما تجيش هي مثلا تكسر، تيجي تكسر لفه ونص وتيجي تعدل نص لف، تلاقي العربيه لسه عماله تحاول وهي مش فاهمه هي بتلف ليه. ده كتالوج يعني. بالظبط، كل حاجه بالعلامات، كل حاجه، فاهم قصدي؟ طب هل العلامات دي بتسهل لهم الموضوع ولا بيبقوا حافظينها بس اللي هي كده؟ بتسهل لهم جدا. هي العلامات دي بتسهل لهم ان هو من اول يوم بتركب فيه العربيه بتبقى قادره تحدد ابعادها، فبتبقى العربيه بالنسبه لها مش مجرد عربيه كبيره ايه ده لا دي هتخبط الناس، لا العربيه بتبقى بالنسبه لها كانها بقت كفر عليها جاكيت لابساه مثلا، فبقت العربيه بالنسبه لها ايه حاجه سهله هي بتتحكم فيها وبتمشي بيها بكل بساطه ومفيش مشكله، بتمشي بجسمها، انا بمشي بجسمي بالعربيه، انا مش راكبه عربيه والعربيه هي اللي بتحركني، لا انا اللي بمشي بجسمي وبس، العربيه ككفر عليا حاميني من اللي حواليا، مسرعني اكتر، مخليني ان انا يعني مثلا احافظ على نفسي اكتر، بدل ما انا مثلا حد مثلا يتحكم فيا ولا حد يخطفني زي ما بنسمع، ولا مثلا واحده تروح الجامعه فتركب فمثلا تتعرم ولا توطي ولا ايا كان، لا هي بتركب عربيتها محافظه على نفسها، العربيات موجوده يعني عند معظم الناس دلوقتي ربنا يبارك، فانا عندي نعمه ليه ما استغلهاش ان انا احافظ على نفسي بيها، الم اولادي فيها، مفيش حاجه تقع مني، مفيش حد يسرقني، مفيش حد يخطف مني حاجه. انت بتشجعي الستات ان هم لا اللي تقدر تجيب عربيه وتسوق ما تخافيش وانت هتساعديها. ده في بنات بيبقى العربيه تحت البيت راكنه وهي راح تركب مواصلات، طب ليه ده الموضوع بسيط قوي. ده غير ان السواقه بقى للست كمان بتغير شخصيتها، بتخلي شخصيتها اقوى، بتخليها عندها قرار لو هي من النوع المتردد، بتخليها تبقى تعرف تتصرف في المواقف، يعني بتعرف تتصرف في الحياه بصفه عامه. مثلا الستات اكيد كتير جدا بيسوق يعني ممكن يكونوا بنفس دلوقتي. نسبه الرجاله مش يعني مش اقل بكتير، لا وعندهم نفس القدرات ونفس بالزبط. المهارات. لكن خلينا نرجع لحته المحتوى بقى اللي هو التعليم في العربيات. تمام، ايه المعلومات اللي بتحس ان لازم الناس او الستات تبقى عارفاها؟ ان الموضوع سهل وبسيط غير السواقه. يعني المعلومات في العربيه مثلا تبقى في العربيه انا بفتح لهم الكبوت وبوريهم فين الزيت وفين الميه وده المفروض يتغير كل قد ايه، وفي والعربيه القطاش بتاع البطاريه لازم يكون ماسك كويس عشان العربيه ما تهربش شحن، لان ايام كتير بيبقى راحه مثلا هناخد الحصه القطاش بتاع العربيه مش ماسك كويس فتبص تلاقي العربيه مش راضيه تشتغل فنفضل بقى نزق وقصه كده، فلا كل حاجه جوه العربيه لازم تبقى مظبوطه، والعربيه دي تبقى بالنسبه لي كانها صاحبتي انا بهتم بيها وبحافظ عليها زي صاحبتي بالظبط اللي انا بخاف عليها وبهتم بيها، مش اللي هو سواقه وخلاص. طب ايه اكتر فيديو عملتيه والناس يعني كان جايب فيوز عندك؟ الدركسيون ما بيتمسكش. ايه بقول لهم الدركسيون ما بيتمسكش يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي الناس البنات لما بيجوا عشان خايفين بيمسكوا الدركسيون جامد قوي كده فيجوا يحودوا يقوموا عاملين كده، ما هو الايد دي ماسكه غصب عنهم او يحودوا ويبصوا يلاقوا نفسهم عمالين يعملوا كده، فانا كنت بفهمهم ان لازم يبقى في مرونه مع الدركسيون، فانا هلف الدركسيون بايد واحده تمام واعملي كده واعملي كده وبعدلهم عدات الدركسيون اللي هي لفه ونص، ولما اعدلهم لازم اللفه والنص، وبقول لها يعني ان انت فكي ايدك مع الدركسيون شويه لانك لو فضلتي ماسكاه جامد هيقفش وما يساعدكيش، لكن انت لو اتعاملتي معاه بالراحه وحطيتي ايدك عليه بالراحه
هتبصي تلاقيه هو كمان بيرد معاكي او الدركسيون بيرد، هو مصمم على انه يرد بس. طب ايه فيديوهات تانية برضه عملتيها؟ مثلا البنزين ما تدوسيش بنزين. بص انا الدنيا عندي مختلفه. هو الفكره ان انا بقول للمبتدئين ما يدوسوش بنزين طول الفتره الاولانيه بشكل قوي.